بغداد الأسوأ عالميا، ومتى كانت غير ذلك؟ المتربعة على عرش الأسوأ بجدارة منحها إياها من تعاقب على إدارتها، تتنازع جهات مختلفة الأسماء متشابهة الإخفاق على تولي مسؤوليتها، حتى استحالت المدينة إلى ما تشبه تلك الخارجة من حرب طاحنة، كأنها بلدة حدودية تعلو وجهها إمارات العوز وينقصها العمران. بغداد اليوم تصنف بغداد ضمن الأسوأ المحافظات في العالم. اليوم بغداد ما بها خدمات، ما معقولة يعني كل هالأموال ترصد اليوم وبغداد ما بها خدمات، ما بها إعمار، ما بها تطور. هذه محافظة يعني تاريخها يعني يصل إلى يعني آلاف السنين. يسمع العراقيون بالاستثمار وجماليته، وأن عاصمتهم ستتناطح فيها المشروعات الاستثمارية، حتى إذا انجلى العام وجدوا أرضهم بورا. في ميزان الاستثمار تلقي الحكومة بمزيد من أموال لم تذهب إلى وجهتها يوما. تفرح الأرقام المسؤولين، يعدون بما لا يملكون ويهبون ما ليس بحوزتهم، متحدثين عن مستقبل زاهن في تفكيرهم فقط وعلى الورق لا على الأرض. جانب كبير من قانون الاستثمار لمعاونة المستثمرين بدأ يأتي أكله. هناك اتصالات كثيرة وواسعة حقيقة بترويج للعراق حاليا من داخل وخارج العراق. السفارات بدأ تنطي إشارات جيدة لكثير من شركاتها ومستثمريها أن العراق الآن بحال أفضل بكثير مما كان عليه سابقا. عن محافظة يتغنى قدماء من سكنها بماضيها، ويتمنى شبابها بحسرة أن تضاهي بغدادهم عواصم قريبة منها جغرافيا. أي هوية تلك التي داسها الأمريكان وهم يدخلون إليها بدباباتهم الثقيلة؟ هو تعمد المحتل في الخراب أم جهالة مسؤول لا يعرف أن لبغداد ماض لم تتسع له كتب ألف ليلة وليلة؟ تغازل المدينة باسم جمالها الماضي، لا حاضرها المقفر من الجاذبية. سلمت فاضل رشيد،